واحد من أصحاب المبادرات المختلفة والذكية واللي إحنا محتاجين لها في المساحة دي تحديداً الأستاذ أو الباش مهندس عصام أبو عبيدة الطاهر. هو عاصم أبو عبيدة الطاهر، صاحب مبادرة تصحيح مسار الوجبة المدرسية، للحديث بتوسع عن كيفية الاستفادة من هذه الوجبات اللي ممكن تقدم للطلاب في كافة ولايات السودان باختلاف. التحية ليك أستاذنا عاصم أبو عبيدة الطاهر، وصباح الخير عليك. تحية ليك وصباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين، وكل عام السودان بخير. هذا الاستقلال حتى صورة ديسمبر المجيدة، وربنا إن شاء الله يكون عام جديد وعام تغيير حقيقي بإذن الله تعالى، وانتهينا من مرحلة الثورة وإزالة النظام، الآن نبدأ مرحلة التعمير. والشباب يعني زي كده كل زول عنده مبادرة، أتمنى بوجه لهم النداء على الهواء، وأنا أكد السودان ملان بشباب زيي، لكن بوجه لهم الدعوة أنه أي زول عنده مبادرة تخدم البلد يتقدم بها، عسى ولعل تتنفذ إن شاء الله. نعم، إحنا زي ما ذكرت إحنا الثورة قامت وحققت الأهداف، ونحن في مرحلة التحقيق، تحقيق الأهداف وتوطيدها على أرض الواقع بالتأكيد. واحدة من المبادرات الجميلة تصحيح مسار الوجبة المدرسية اللي أعلنت عنها رئاسة مجلس الوزراء إنها حتكون هي مجانية في بداية العام الجديد، واستندوها كمان في موازنة العام الجديد، يعني في رأيك حيكون لها قابلية في 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 المجتمع بشكل عام، بما إنه هي حتغير نوعا ما في ثقافتنا الغذائية؟ اول حاجه التحيه لمجلس الوزراء للدكتور عبد الله حمدوك، انه فعلا الناس تلتفت الى التلاميذ والى التعليم. نعم. ودي خطوه جميله احييهم عليها صدقا، ولكن هل حيكون في تنفيذ لها على ارض الواقع؟ والاستمراريه دي اهم حاجه، الاستمراريه. القرار جميل وقد يكون عاملين ترتيباتهم له في الموازنه الجديده، لكن لما نجي على ارض الواقع احنا الليله عندنا في السودان، واي مواطن عارف الكلام ده، عندنا مشكله في الخبز عموما الان. نعم. في ضائقه في الخبز وفي دقيق الخبز وكل مشاكله. المبادره جميله من مجلس الوزراء عموما انه يوفر وجبه افطار، معناته بنتكلم على سندوتشات زي ما ذكرتي. والاساسيه هي طعميه وفول. نعم. ده المتاح. نعم. طيب معناته احنا دخلنا عبء جديد 4 مليون قطعه خبز، إذا كان الطلاب المستهدفين هم طلاب الأساس، فنأخذهم مجازاً 4 مليون طالب. فمعناته إحنا نتكلم على 4 مليون قطعة خبز صارت عبء على منظومة صناعة الخبز. فدي مشكلة الأولى. المشكلة الثانية إنه الفول نفسه أصبح غالي، الكبكبي أصبح غالي، مشتقات يعني عشان أنا أوفر سندويتش للتلميذ حيكلف مبلغ كبير جداً. نعم. طيب أنا فكرت قلت زي ما انت ذكرتي في المقدمه انه طيب دول العالم كلها متقدمه، ودي حقيقه يعني اليابان، الامارات، الصين، كل الناس دي وجبتها الاساسيه الارز. نعم. لما اعتمدوه كوجبه غذائيه، ومن ناحيه اقتصاديه الاقتصاديين عندهم انه الارز فقط ماء وارز خلاص دي وجبه جاهزه، لكن لما نمشي وقيمه غذائيه عاليه، نحن نخند نفسنا باستيراد دقيق وعمله حره، ونحن البلد محتاجه، وثاني الدقيق محتاج لجهاز ومحتاج لمخابز، يعني سلسله كبيره من التعقيدات. ففكرت في مبادره انه ليه ما يكون، وفي سوء تغذيه عند الاطفال في السودان، وده كلام من وزاره الصحه انه في سوء تغذيه. فالمبادره دي اول شيء حنساهم في تغيير نمط الوجبه، وجبه سريعه، وجبه مغذيه، تساهم في اصحاح التلميذ كصحه. في نفس الوقت المبادره ذاتها انا اخذت لها تصور انها حتشغل كميه ضخمه جدا من الشباب. بمعنى في ناس قالوا اوكي ده حننفذها كيف نحن؟ طيب نحن نعمل مطابخ مركزيه مثلا في منطقه بري، منطقه خرطوم شمال التعليميه، فيها زي 24 مدرسه. نحن نخصص منطقه هي مطبخ مركزي، نجيب الشباب بتاعنا المنطقه كلهم، محتاجين لشباب ناهلهم يطبخوا، محتاجين لشباب للدعم اللوجستي اللي هم المسؤولين من استلام الحصص وتخزينه وادارته، محتاجين للصحه الشباب الدارسين صحه وتغذيه، التغذية وإنه يشرف على إعداد الطعام. ناس ذاتها تكون مؤهلة، كوادر مؤهلة تقدر تدير الشباب العمل. عندنا بطالة كبيرة جدا في كل المجالات، وعندنا الشباب يمكن توظيفها كيف. يمكن توظيفها دي كلها حنستصحبها معنا في المبادرة. الشيء الجميل في المبادرة إنه حتى التلاميذ، لما نرجع لموضوع الوجبة القديمة، معناته أنا عملت ساندويتش محتاج لكيس، كيس 4 مليون كيس دي عبء على البيئة، تأثير على البيئة. نعم. غير البيئة. نعم. تكلفة الكوست بتاعها. صحيح. فقلت أوكي يا جماعة نحن نجيب صحانة ستيل، معالق ستيل، نخصص فصل، وهي موجوده المدارس ما شاء الله على مباني، فصل يكون بوفيه يطبخ الوجبه في المطابخ المركزيه في وقت معلوم، تتوزع، يجوا الطلبه 100 طالب، نقسم فسحه الفطور لساعه، كل ساعه 100 طالب حسب سعه القاعه. نعم.
الطلبة أكلوا نعلمهم الاعتماد على الذات، يغسلوا صحانتهم ومعلقتهم عشان يكونوا جاهزة للتلاميذ اللي حيفطروا بعضهم. آخر جروب حيدخل حيكون الصحانة نظيفة لتاني يوم. كده علمنا الطالب ذاته سلوك اعتماد على الذات وإنه يخدم نفسه. من جانب تاني التوفير ومن ثم الحفاظ على البيئة. بالضبط كده. هي يعني الفكرة أو المبادرة مرتبة وممنهجة، لكن تفتكر إنه المجتمع السوداني حيقبل فكرة تغيير النمط الغذائي إنه يتحول من سندويتشات المعروفة والمعتمدة في وجبة الإفطار خاصة للطلاب المدارس لوجبة رئيسية بتعتمد على الأرز مثلا أو المعكرونة وغيرها، وكمان يتغير سلوك الطالب من إنه بياخد الساندويتش ويرمي الكيس لإنه يجي بيغسل هو صحن بإيده؟ سلوك. تفتكر إنه في قابلية إنه الحاجة attitude change attitude تغيير سلوك. طيب الدولة كتر خيرها وفرت وجبة، من شاء مرحبا يأكل، يبقى أنا وفرت لك حاجة مجانية صح؟ وحاجة مغذية. ما أفتكر في زول بيرفض المجاني ده، سبحان الله الغني والفقير بيحب الحاجة المجانية. فنحن طالما عندنا أداء لتغيير سلوك، أنا حانقل سلوك إنه الليلة الطفل ده لما يأكل ليه الرز والمكرونة كل يوم وتكون معمولة بطريقة متقنة ومستساغة هيحبها كذا. هينقلها للبيت. نجاح أي عمل هو لازم يكون مشترك. بالضبط كده. ما بين جهتين لابد. نعم. مسارين مختلفات لكن اللقية هي تكون في النجاح وفي التوفيق وفي تنفيذ الهدف المرجو بالتأكيد. والله هي العزيمة يا أستاذة. الليلة مجلس الوزراء أتمنى إنه في مسؤولين بيشاهدوا الحلقة دي أو تصلهم. إذا هي فعلا القرار صدر تنفيذه حيكون صعب جدا لحاجات كثيرة. في رأيك شنو ممكن تكون معينات في تسهيل تنفيذ القرار؟ اعتماد المبادرة دي والجلوس لتنفيذها على أرض الواقع، وهي مبادرة بسيطة very simple، ما محتاج لورش عمل ولا دراسات. يعني واحد زائد واحد بيساوي اثنين. الليلة طن الدقيق بكم، طن الفول بكم، نحسبها. يعني دي حسابات بسيطة جدا يا أستاذة، ما محتاج لكلام. صحيح. انا الآن كنت في الانترنت، طن الأرز في مصر ب7000 جنيه مصري، طن كامل ب7000 جنيه مصري. هل ال7000 جنيه مصري حتجيب لي طن الدقيق وملحقاته عشان بس يبقى خبز؟ ناهيك عن قيمة طن الفول، الزيت، المشتقات، يعني في متعلقات كثيرة عشان سندوتش الفول ده يصل بالتكلفة العالية، وما منه فايدة غذائية غير انه بروتين زايد قد يؤدي لأمراض كثيرة من ضمنها القاوت الاستمرار فيه، وكذلك الطعمية. فأنا أفتكر انه وجبة جميلة زي إذا قدمت بأسلوب جميل وبطعم مستساغ، ما افتكر في ظل برفضها وليها ما ليها من القيمة الغذائية. بالضبط كده. يعني الليلة احنا اطفالنا ده كلهم عندهم سوء تغذية، وده كلام انا يعني وجود في محافل الصحية عندنا في وزارة الصحة انه في سوء تغذية في السودان. يعني الليلة الطالب يوميا بيفطر بطعمية، يوميا بيفطر بفول. الفواكه دي طبعا لمن استطاع اليه سبيلا. طيب نرجع لحتة الفواكه وذكرناها الليلة. انا مثلا كمثال انه الوجبة حتكلف في اليوم 100 مليار بتاعت الفول والطعمية وملحقاته. إذا في الوجبة بتاعت المعكرونة والأرز وفرت 60 مليار، نصها يمكن نجيبها فواكه. ممكن يعني يكون في بدائل بالتأكيد. يكون في بدائل مع الوجبة. يعني إحنا من نفس المبلغ اللي كان مرصود للوجبة تم التصديق عليها، إحنا بعد ما عملنا هاندلينج دخلنا النظام الجديد الغير مكلف ووفر لنا مبلغ وقدره، ندخله في فواكه يوم يعني ولو في المرحلة الأولى نص برتقالة لكل طالب مع وجبة المعكرونة أو الأرز. يبقى هي الموازنة والقرار شمل مدارس السودان كلها والولايات. يلا كيف ممكن تنفيذها بحسب المنطقة الجغرافية؟ طيب تنفيذها على حسب المنطقة الجغرافية، وكلامي ده طبعا ده ما كلام نهائي، اتمنى يكون في تفاعل هو ما طرح والناس بتتناقش وتكون في مفاجأة. زي ما الفكرة طرحتها لك الآن مثلا كمثال منطقة بري، أصلا إنه حاجة سنترال مستحيل تتعمل. فمثلا إحنا محتاجين نعمل داتابيز، أول حاجة نحصر عدد الطلاب المستحقين بالرجوع إلى وزارة التربية اللي هو الوجبة خصصت لمدارس الأساس. طيب عندنا كم؟ 4 مليون طالب أساس، موزعين كيف ولا تأخرتم في مليون كذا. فعلى حسب كل منطقة الناس المسؤولين الشباب من الدعم اللوجستي فيه، وسميناها الهيئة الشبابية للتغذية المدرسية. ممكن يكون ده كمسمى الهيئة الشبابية للتغذية المدرسية، استيعاب كل الشباب كلهم في مجال يكونوا يديروا المنظومة دي، وكل شاب في كل منطقته. مثلا الهيئة الشبابية للتغذية المدرسية ولاية الخرطوم وتدير محليات الخرطوم، ولاية الجزيرة وتدير محليات الجزيرة، وهكذا. هو يعني المبادرة مفرحة بتأكيد. يعني الخبر الأساسي اللي هو الوجبة المجانية اللي نزلت في موازنة السنة الجديدة من البشريات،
ومن الملحق لها هو موضوع المبادرة اللي ممكن يكون هو منظم أو تصحيح مسار. أنا سميته تصحيح مسار بالتأكيد. هم بيكون عندهم الخطة المعينة اللي عندهم، لكن لما الناس تطرح أفكار وتتعدد الأفكار خاصة إذا كانت أفكار شبابية تقدر تخدم مصالح البلد وتقدر إنها تحقق الأهداف وتوصل للمصاب، يعني أعتقد حيكون في رأي ورأي آخر وتوصل الناس في النهاية للشيء المرجو بالتأكيد. بالضبط كده. وفي إضافة بسيطة يا أستاذة، الليلة الفلاحة المدرسية وقفت، دي من سلبيات النظام البائد إنه وقف الفلاحة المدرسية. تفتكر إنه تصحيح مسار الوجبة المدرسية ممكن يغير في المدرسة وسلوكيات الطلاب وغيره؟ بالضبط كده. طيب نحن محتاجين خضروات، أنا يا أولاد يا أطفال يا تلاميذ وفرت لكم وجبة جميلة، طيب رايك شنو نساعد بعضنا؟ نرجع المساحات في المدارس الحكوميه، مساحات موجوده كبيره جدا داخل المدرسه. اوكي يا شباب، رايك شنو نزرع الخيار والجرجير والحاجات السريعه ويستفيدوا منها الطلبه، ياكلوا منها هم ذاتهم، ويكون المدرسه كلها بتديرها معروف. يعني انت يمكن ما لحقتي منهج الفلاحه المدرسيه، كان لغايه بدايه الثمانينات موجود كل مدرسه بالمساحات الكبيره وخصصت كده انه الطلبه يزرعوا خضروات سريعه العائد بتطلع بسرعه زي الخيار مغذي، الجرجير مغذي، الجزر. يعني كل مدرسه عندها مساحات مغدره، نشجع الطلبه طالما وفرنا لكم اسلوب جميل بتاع بوفيه، الناس هي تاخذ بنظام تاكل وجبه، يلا تعال نمشي نزرع خضرواتنا برانا. بعد ما نزرعها المدارس اللي ما عندها مساحه، مدرسه بري دي تدي تكفي طلبتها وتدي المدرسه جنبها وكده، نكون وفرنا فعلا الخضروات وعلمناهم الزراعة. ومن الأساس زي ما قالوا وزارة التربية هيحددوا مسار التخصص من الأساس، وناكل مما نزرع وناكل مما نزرع. وأنا هنا زرعت لهم روح إنه إحنا بلد زراعي وغيرنا ما عندنا زراعة ما عندنا غيرها. يبقى من النش من 500 طالب يطلعوا لهم 200 مؤهلين للزراعة حبوا المهنة من المدرسة. يا سلام يا سلام. يعني يمكن الختام عندك، وشنو ممكن يكون هو من المعين لتسهيل يعني تحقيق أهداف المبادرة اللي هي مبادرة تصحيح مسار الوجبة المدرسية؟ شنو أنتم محتاجين لمعينات غير إنه الناس تستمع وتبدأ تأخذ وتدي وتبدأ تنفذ على أرض الواقع فعليا؟ السلطة الأولى أو السلطة الرابعة الإعلام، نحن معكم أو الصحافة. يعني المبادرة زي دي يا أستاذة مشكورين في قناة درمان يعني استضفتوني عشان أطرحها للناس، لكن بتمنى انه يتم تسليط مؤتمر صحفي يعني كل القنوات الفضائيه عشان توصل الابواب المغلقه. يعني الاعلام هو اللي بيوصل المعلومه للمسؤولين، واتمنى انه يكون في المكاتب الاعلاميه للساده الوزراء يفترض مبادرات زي دي اذا البلد فعلا ماشي للتغيير، الناس تلتقط مبادرات زي دي وتطرحها للوزير. صحيح. انا اتوقع تجيني، اتوقع اذا الناس وصلتها يجيني تلفون من مكتب مثلا وزير الماليه، تعالينا يا أخي نقعد معانا نشوف ننفذ الشغل من السيد حمدو. فالإعلام هو المفروض يسلط. يعني أنا طرحت المبادرة عشان ما توقت في قناة درمان فقط مشاهدينا، مفترض نشوف الآلية بعد إنه كيف الإعلام يسلط الضوء على مبادرة زي دي عشان تكون تتنفذ على أرض الواقع، خاصة إنها من المبادرات اللي بتخدم المجتمع وقضايا المجتمع كله منزل. يعني المبادرة جميلة وإنه القرار أجمل من الدولة إنه دخل كله بيت. صحيح. نحن سعدنا جدا بحضورك اليوم الباشمهندس عاصم أبو عبيدة الطاهر، وأنت مصمم نظم ومخترع وصاحب فكر بالتأكيد يحترم ويقدر، وأيضا صاحب مبادرة تصحيح مسار الوجبة المدرسية. شكرا لحضورك اليوم. شكرا لكم، وأشكر جد يعني أشكركم كثير على الاستضافة وتسليط الضوء على المبادرة. الله يسعدك. شكرا لك.